وحول هذا الموضوع تطرق إبراهيم الحواج الوكيل المساعد لقطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال، تطرق خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير شبكات الصرف الصحي وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها. وزارة الأشغال قامت من ضمن خطط التنمية التي تنتهجها مملكة البحرين بوضع خطط استراتيجية لجميع قطاعاتها الرئيسية، ومن ضمنها قطاع الصرف الصحي، لإنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي في جميع المناطق لتوصيل المناطق الجديدة. أحد مكونات هذه الخطة اللي تم التركيز عليها هي تطوير شبكة الخطوط الرئيسية القائمة لتتمكن من استيعاب وتدفقات المناطق الجديدة الغير مخدومة بشبكة الصرف الصحي. من أحد هذه المشاريع الرئيسية اللي يتم تنفيذها حالياً هو مشروع الخط الناقل من منطقة الجفير إلى الغريفة، ليكون أحد المشاريع التحضيرية اللازمة لتنفيذ مشروع مهم ورئيسي هو تطوير شارع الفات.